إياكم أن تفكروا أن تتسلقوا جبال الأطلس الكبير بدون مرشد محنك، وخصوصا قمة جبل العياشي، إلا أن في وادي ميدلت يمكن التنقل بسهولة بين حقول أي دزدك للاستعداد للرحلات الجبلية الصعبة. أليس الجبل في نهاية الأمر مجرد نقيض للوادي؟ فسهولة التجوال في وادي ميدلت عبر قصوره وحقوله المسقية، فحقوله مسقية بطرق تقليدية تعتمد على تفريق الماء بعقلانية للحفاظ على هذا المورد المهم في المنطقة، لأن في الأخير المنطقة تعرف أعوام جفاف متتالية، فالزراعة في الحقول منظمة حسب حدة الجفاف، تتناوب المزروعات للحفاظ على خصوبة التربة. مجرد أحذية رياضية بسيطة تصلح للجولة السهلة في مسالك المنطقة، وحسب توفر الوقت يمكن زيارة القصور والمضايق في يوم كامل بداية من أي فندق وسط المدينة، يعني وسط مدينة ميدلت. سنوافيكم بباقي المعالم التي زرناها في الرحلة السهلة للوادي في فيديوهات مقبلة إن شاء الله.